ألوان هاي الدنيا ألوان، ألوان هاي الدنيا ألوان، كل صفحة قدر ترسم لك صور، بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان. القصة آثار تمهل في النظار، تأمل في العبار، هاي الدنيا ألوان. سمعك والبصر في ليل السحر، لك يضوي القمر، هاي الدنيا ألوان. المشرف يقول لي ان فايله تنمر في تنمر. وماجد ايش في الملفات؟ كل عنف ومشاكل. تقصد انت الطالب ايام الدراسه يتنمرون عليه ولا يتنمر عليهم؟ لا يتنمرون عليه. انا قلت لك من قبل شوف وضعه، بس انت مو مهتم فيه. المشرف يقول لي حتى انا اتنمر عليه. المشكله دائما انت تتعامل وياه بعصبيه. انا كاسر خاطري من عرفت موضوع التنمر. هاي مشكلتك انت الحين. مسكين ومن طفولته وهذه حالته. الحين الندم ما ينفع، ورد أكررها عليك شوف الموضوع بجدية. هذا المسمار مال زفة الوالد علي قبل شوي، قومني من صوب التلفزيون وسحب الرموت من ايدي بقوة. خلني بعدل هالمسمار المخفوس. اتذكر عدل سميته مسمار سنفور مفكر، والجيراننا من يوم انا صغير وين يشوفني من الفريق لابس نظارتي يناديني سنفور مفكر. الله يهدي صار رجال وابولاد وللحين يناديني نفس النداء، وأنا أرس في هالمسمار لما انخفس. الحمد لله سويت عملية ليزك وافتكيت منه. والله خير وياك يا أخو، ما غربتني ويا هاللوح المقدس. خلى عنك وقوم نام، ترى بكرة أول يوم دوام في الجامعة. إن شاء الله أخو. Thank you.
ماجد حرك روحك شوي، الوالد ينتظرنا برا. ان شاء الله اخوك. قال لك ابوك يا كابتن ماجد انت مو ولد صغير، انت كبرت وصرت طالب جامعي ولازم تثبت وجودك وما تتحسس من احد، ولازم تدافع عن نفسك وما تخلي احد يغلط عليك، بسك خوف من الناس. انا كم من مره قايل لك هالحزه لا تطلع بالسيكل، وش فيك انت ما تفهم؟ ها الله يسامحك يا ابوي، اتذكر ذيك الليله. السلام عليكم، صباح الخير. اي صباح خير، خليت فيها صباح خير انت. ما تاخرت ابوي، باقي 4 ساعات على اول محاضره. يلا اركب اركب اهو. اخوك ما بتوصلني قاعه المحاضرات مالي. سامحني اخوك ما بيمديني، باقي على محاضرتي ساعة ونص، والبي أوصل وأدخل المحاضرة. أخاف أضيع. باقي على محاضرك 4 ساعات، اسأل وما بتضيع إن شاء الله. وانت وش لابس؟ انت رايح الجامعة أو راح تعرس؟ الله يبلغكم فينا معرس قبل أحمد. قبل أحمد؟ منشوف منه اللي يغلب، أنا لو أنت. أشو خلصت تدوير القاعات السكاشن على قولة أخوي، عندي 2 ساعة قبل المحاضرة. هالشباب مو غريبين علي، كأني حافظ وجوههم عدل. وش تاكل اليوم؟ سندويتشات بيض. البيض مو زين الجهاز. جيب اكلي ما اقدر اشتري من المقصار. سكت. شوف الشنطه. الزعيم محمود ما في الا العصير. ايه الله يسامحهم، كانوا كل ما يشوفوني يتولوني، وكل ما اروح الى نبع الحنان واقول لها تقول لي تباعد عنهم يا ولدي، اياني اياك تسوي مشاكل. شكلك طالب جديد من كشخت. ما عرفناك، شكلك مشبه علينا. مو مشتبه، اتذكر وجوهكم عدل. انت محمود الزعيم وانت سعيد، تسحبون الاكل من عندي وبالغصب بعد. شكلنا فايلنا اسود. تذكر سوينا كذي؟ انا ما اتذكر. مزود البلاوي ولا سويناها؟ ما نتذكر شي. سامحنا يا الحبيب، كانت فتره مراهقه والجهاله بهاله. اسفين عزيزي، حقك علينا. لا شباب مو قصدي اعاتبكم، بس من شفتكم اتذكرتكم، كانت ايام جهاله، الحين كبرنا ونضجنا. خلاص لا جهاله وجهاله، عورت راسنا. ليش معصب؟ انت اللي قلت جهاله بهاله. اي انا قلت هالكلام من باب ان احنا صغار. اسف اذا انا ازعجتكم. اي ما عليه، سنه دراسيه موفقه. ما له داعي العصبيه يا سعيد. محمود تحتاج مني شيء؟ حمل بروحك. بعد ما عصب علي سعيد ومشي، طلع عني إشاعة ونشرها على طلاب الجامعة كلهم، والكل قام يطالع فيني بشكل مو طبيعي. بماجد شو اللي طلع الولد من الجامعة؟ شو سوي يا أبو أحمد؟ تعبني هالولد. شنو السبب عاد؟ ما أدري والله، دائما مفهي، وكل ما تتكلم وياه بس طالع فيك. مو مني والطريش بتغير نفسيته، لازم في سبب خلاه يتغير. شنو بيكون يعني السبب؟ ماكل، شارب، نايم، وموفر لك كافة سبل الراحة. أوه كافة سبل الراحة، وايد غوية ذي. لا تشيل هم، أعجبك. إذا بتعجبني شوف موضوع الولد ايش يسوي اليه، بس ان شاء الله بشوفه. هذه اذا ركب صابر السيكل بتشوفه.
هذا مال اليوم. إيه لازم أتأكد من التاريخ. لا عشيني الوالد زفة معتبرة. صارت عندي مناعة ولله الحمد. بس أحاسب إليه لا يعصب ويرتفع ضغطه. بياه ما يصير يبيع جبن قريب ينتهي. شيله من الثلاجة. ما أدري أجي. أي اليوم يجيب الشركة هذه. أنا لازم أشتكي عليكم عند الصحة. أنا أطالع التاريخ بس غيري ما يطالع. تبي الرمان؟ لا تتمسكن وتقص علي. بشتكي عليكم يعني بشتكي وبراويكم. أنا اتصل شركة أنت تشوف. صل على النبي حجي، قال لك ما يدري، خلي يتصل للشركة ويتفاهم إياهم، لا تقطع رزق الرجال. لا تقول لي حجي، لا يكون أنت محامي جوال. أنا مو محامي جوال، بس ما صير أشوف الخطأ واسكت عنه. هاي المحامي جوال، حدد من الغلطان، أنا والله الهندي المسكين. بس اعطي فرصة وهد أعصابك، خلي يتصل للشركة وصل على النبي. هذا أنا بحارس وبتصلهم بنفسي. وايش خوك ما اصدروا بيان الاستهلال؟ ما حد شاف هلال شهر رمضان؟ لا لا الحين في ناس شافوه بس ينتظرون خبر اليقين، لان هذه الشغله فيها مسؤوليه شرعيه. عجل بلن والصيام وان شاء الله خير. الواتساب والانستغرام مشحون من هالبوستات، سامحونا وبرذمتنا. الله يهديهم، يحسبون هالبوستات بتنفعهم، مو الكل بيسامحهم على بلاويهم. وهذا الكلام يطرشونه كل سنة، لكن تدري المسامح كريم. خوك وش صاير عندك؟ انت من الابتدائي وانت تدقدق في هاللوح، الحين تشيل المسامير؟ اكلمك خوك، وش سالفة هاللوحة الفنية اللي كل ما اكلمك عنها تغاور؟ قصتها طويلة. قصة طويلة؟ وش هالقصة الطويلة؟ يلا تحفنا. ما اقدر اقول كل شيء، بس الزبدة يوم كنا في صف الثالث الابتدائي، الاستاذ قال لنا قصة عن أبو يعلم ولده العصبي طريقة يتحكم فيها وأعصابه. كان كل ما يعصب يروح يرز مسمار في سياج سور حديقتهم، وإذا قدر يجود أعصابه يشيل المسمار، وظل يطبق الفكرة إلين انشالت كل المسامير. لكن وش رواه أبو أثرها على السور وقال له كل كلمة تأذبها أحد في لحظة غضب ما يروح أثرها. ما شاء الله، فكرة ذكية والله. وانت طبقتها بحذافيرها؟ طبقتها، لكن بالعكس، كل ما تعرضت لأذية فرقت شحنتي كلها في هاللوح. والشي الأهم اني قررت أسامح الجميع. المسامح كريم، وأنا سامحتكم واحد واحد، لكن شوفوا أثر مساميركم.
الوان هاي الدنيا الوان الوان هاي الدنيا الوان كل صفحة قدر ترسم لك صور بصنا في البشر هاي الدنيا ألوان إذا يروي الدهر حكايات السماء تلاقي بكل سطر هاي الدنيا ألوان القصة آثار تمهل في النظار تأمل في العبار هاي الدنيا ألوان سمعك والبصر في ليل السحر لك يضوي القمر هاي الدنيا ألوان.